عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير. معكم أخوكم مصطفى قحطاني من موقع التقنية بلا حدود. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أتكلم عن أوبو R7 بلس نسخة برشلونة أو نادي برشلونة. طبعا هذا الهاتف اللي سبق أن استعرضناه وسوينا له مراجعة شيك، الرابط موجود في خانة الوصف. هاتف لوحي بمقاس 6 إنش يتميز بجودة تصنيع عالية، بطارية ضخمة جدا، وبتقنية البصمة، وأيضا بشريحتين لدعم شبكات الجيل الرابع. في احتفالية ما بين أوبو ونادي برشلونة، لذلك تم إصدار نسخة خاصة من هذا الهاتف محمول. وعندك نوعين من النسخة الخاصة، النسخة الأولى تأتي فقط بشعار نادي برشلونة مطبوع بتقنية الليزر من جهة خلفية، وصندوق خاص يحمل فريق أو صورة لفريق برشلونة، وورق حائط خاص بنادي برشلونة، وجراب لحماية الهاتف المحمول، وغيرها من المميزات. هذه النسخة راح تكلفك 550 دولار أمريكي، وهي متوفرة لسعة 32 جيجا بايت. أما النسخة الأخرى وهي النسخة خاصة ومحدودة جدا، تحمل في الجهة الخلفية نفس ما هو موجود في الأوبو R7 بلس النسخة الخاصة العادية، لكن الجديد أنه فيها ثلاثة تواقيع من لاعبين كبار اللي هو ميسي وأيضا إنيستا داني ألفيس. إن شاء الله إني نطقت اسمه صح لأني ماني مهتم في موضوع الرياضة بشكل عام. راح يكون متوفر من النسخة الخاصة الجدة محدودة 20 حبة حول العالم، وحسب ما ذكرت لي أوبو إنه راح تنباع أو انباعت هذه النسخ بمعنى صح من خلال مزاد وأيضا جمعيات خيرية، وما بقى إلا النسخة اللي أمامكم وهي ليست للبيع. طبعا نفس الاشياء الخاصه اللي راح تاخذها في النسخه العاديه راح تاخذها مع النسخه الخاصه. اضافت اوبو انه راح تاخذ اللي ياخذون هذه النسخ راح يكون في رقم مجاني للتواصل معهم والدعم الفني بشكل مستمر، يعني كنوع من الميزات لمحبين برشلونه وملاك الاوبو R7 بلس. اخيرا وليس اخرا، زي ما ذكرت لكم انه الهاتف ياتي بنفس التصميم، نفس جودة التصنيع، نفس الامكانيات، فراح اترك الرابط الخاص بالاوبو R7 بلس في خانة الوصف، تقدر تشيك عليه وتشوف المراجعة الشاملة لهذا الهاتف. قل لي اذا انت من محبين برشلونة اضغط على زر اللايك، اذا انت من كارهين فريق برشلونة اضغط على زر اللايك، امزح معاكم. وش رايكم بهذه النوع من النسخ؟ هل انتم معها او لا؟ تحفزك انك تشتريها او لا؟ يلا تشاركونا برايكم في خانة التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامة.